أكثر. المعرض هو جزء من تعبير الفن المصري الممثل في الفن التشكيلي عن الفترات اللي عاشتها مصر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، مع التركيز على مخاوف الفنان بيعبر عنها بإبداعاته على مستوى الوطن، وفي نفس الوقت ثقته وتفاؤله بأن مصر سوف تعبر هذه الأزمات، سوف تعبر من خلال شايفين اللوحات كثير منها بيجسد مصر في صورة مركب وإنها وسط أنواع ودوامات وأمواج، ولكن في النهاية بينجو المركب وربما هو الحياة الشعب اللي احنا شايفينه اللي متحد هنا في اللوحة اللي قدامنا في صورة خط اليد بتعبر عن تلاحم الشعب كله في مواجهة المخاطر اللي بتواجهها البلاد، وقدامنا خطر الإرهاب. الحقيقة أنا بحيي الفنان الكبير طارق على الدعوة وأتمنى له دوام التوفيق.